صباح الخير يا سنة تانية. إن شاء الله النهاردة هنشرح آخر محاضرة في الكورس بتاعنا النهاردة عن الأسرار اللينية الرومانية، الجزء الأول منها، وهنتناول باختصار شديد يعني منطقة الفيوم وأهم المواقع اللي أنت كمرشد ممكن تزورها في منطقة واحات مصر في صحراء مصر الغربية. بداية هنتكلم عن منطقة الفيوم. آدي الفيوم في العصر اليوناني الروماني. الحقيقة الناس اللي زارت الفيوم هتبقى عارفة ان الفيوم هي عبارة عن منطقة تحت، يعني تبقى تحت مستوى سطح البحر شوية، فعشان كده حتى بتتميز شوية بارتفاع درجات الحرارة. هي موقعها تقريبا 100 كيلومتر من جنوب غرب مدينة القاهرة، وكانت متصلة بأحد فروع نهر النيل اللي هو كان يقال زمان عليه بحر يوسف. بحر يوسف دوت كان بيصب في بحيرة معروفة جدا اللي هي بحيرة قارون. ادي اهيت وكانت معروفة في العصر اليوناني الروماني باسم مورس ليك اهي، وادي فرع من فروع نهر النيل. ده الجزئية ديت كلها كان بيطلق عليها منطقة الفيوم. الحقيقة الفيوم كان ليها أسامي كتير جدا جدا مع بعض، تعالوا نشوفها كده مع بعض هي عبارة عن ايه. أولا الفيوم كانت بتعتبر جزء من الإقليم 21 من أقاليم مصر العليا، وكان بيسمى بنعر بحو. نعر بحو معناها مقاطعة النخل، ودوت إن دل على شيء فيدل على إن المكان كان معروف إن فيه زراعة نخل بشكل كبير جدا. فالعصر اليوناني الروماني أصبح اسمه أرسينوي أو the nome of أرسينوي أو the أرسينوت نوم، ودوت تسمية أو تيمنا بأرسينوي الثانية اللي هي الزوجة والأخت لبطلميوس الثاني. طيب تعالوا نقول الكلام دوت كده مع بعض بالإنجليش. So the Fayum area considered to be a depression. يعني ايه depression؟ زي ما قلنا depression هو مكان تحت مستوى سطح البحر. It was a depression. It's about 100 kilometers southwest of Cairo. And it had a very important and very famous lake which is called Morris Lake in ancient times and Bahr Yusuf after the Arab conquest to Egypt. And this lake was once connected with the Nile through one of the branches of the Nile during the ancient times. And this branch was called Bahr Yusuf. Al-Fayyum was a part of the 21st nome of Upper Egypt. This nome was called Na'ir Pihu. What is the meaning of Na'ir Pihu? The nome of the palm, referring to the large number of palms which were found in this area. And during the Greco-Roman times, it was called the nome of Arsinoe, after Queen Arsinoe the second, the wife and sister of Ptolemy the second. طيب ده بالنسبة لأول كان أحد أسماء شهيرة جدا للفيوم. هل عندنا أسامي تانية؟ احنا عندنا الحقيقة أسامي تانية. عندنا في العصر الـ Old Kingdom it was called Rizi. يعني ايه Rizi؟ The Thousand or the Thousand Lake، ان هي البحيرة الجنوبية، اشارة لبحيرة موريس او بحيرة قارون اللي كانت وما زالت موجودة في منطقة الفيوم. طيب في أسامي تانية للفيوم؟ في أسامي تانية. عندنا آش او آش سبك، the land and the lake of Sobek. طيب ليه Sobek؟ because the Sobek was the most important god in الفيوم during that time. So far how many names of الفيوم؟ As we said before, الفيوم was a part of the 21st nome of Upper Egypt, Na'ir Pihu. During the Old Kingdom, الفيوم was called Rizi. What is the meaning of Rizi? The Thousand Lake. And during the Middle Kingdom, it was called A'ish or A'ish Sabik, referring to the land and the lake of Sobek. لو انتوا فاكرين في الديانة دايما قلنا Sobek تم تكريسه او تم الفينيريشن بتاعه التقديس بتاعه بشكل كبير جدا في منطقة الفيوم، ويقال ان كهنة الفيوم رفعوه لمصاف اله الخالق، وحتى قالوا ان بحيرة موريس او اللي هي بحيرة قارون حاليا كانت بتعبر عن المياه الازلية اللي طلع منها التل الازلي، وسوبك طلع كاله خالق للكون. فدي برضو يدل على ان بدأت عبادة الاله سوبك تاخد شكل اكبر في العصر الدولة الوسطى. During the New Kingdom, الفيوم was sometimes called in the texts as Pa Yem. What is the meaning of Pa Yem? The sea.
وعلى فكرة يم يقال إن هي بعد كده استخدمت أو حرفت، يعني استخدمت في اللغة العربية باسم اليم، فاليم هي the sea أو البحر. مرور the great lake برضو إشارة للبحيرة الكبيرة الموجودة في منطقة الفيوم. كل دي أسامي لمنطقة الفيوم في مصر. طيب بعد كده بايم ديت بدأت يعني تحرف في الديموتكس تكستس، يعني في النصوص الديموتقية اللي كانت موجودة في مصر، وكانت بترجع للفترات ما بين القرن الثاني الميلادي من القرن السادس لقرن قبل الميلاد للقرن الثاني الميلادي. كانت بعض النصوص الديموتقية بتوثق مكان الفيوم أو اسم الفيوم بباتش أند بايم. في النصوص القبطية بدأ التحريف وبدأت اسمها بايوم، فيوم، بيم. كل دي كانت كلمات بتدل على الفيوم، تحريف للاسم القديم اللي هو بايم. بعد كده في اللغة العربية أضيفت ألف ولام التعريف حتى تصبح بقى إيه الفيوم. يعني كلمة الفيوم نفسها جاية من كلمة بايم اللي كانت مستخدمة في النصوص المختلفة، وخاصة في منطقة أو في فترة النيو كينجدوم. بعد كده في النصوص الديموتقية حرفت لباتش إن بايم. في النصوص القبطية حرفت لبايوم، فيوم، بايم. وبعد كده أضيفت ألف ولام التعريف لتصبح الفيوم باللغة العربية. طيب إيه هي عاصمة الفيوم؟ عاصمة الفيوم كان اسمها سبك أو بيرسبك، خلاص، اللي هي منطقة شدت أو شديد التي تعني البحيرة. وفي العصر اليوناني الروماني أصبح اسمها كروكوديل بوليس. كروكوديل بوليس، كروكوديل سهلة معناها التمساح، بوليس زي ما قلنا قبل كده كذا مرة، بوليس ديت معناها المدينة، فكروكوديل بوليس معناها مدينة التمساح. وليه مدينة التمساح يا سنة تانية؟ علشان الإله الرئيسي زي ما قلنا تاني، إن كان هو الإله سوبك اللي بيتخذ شكل التمساح كان هو الإله الرئيسي لمنطقة الفيوم. طيب هل الفيوم نشأت كده يعني ما كانش ليها آثار في العصر الفرعوني؟ لا طبعا كان ليها آثار في العصر الفرعوني. من أشهر آثار منطقة الفيوم طبعا معبد مدينة ماضي اللي بيرجع لعصر أمن محات الثالث في عصر الأسرة الـ12، وكان مكرس لإلهة مهمة جدا كانت دايما بتاخد شكل التعبان اللي هي إلهة ريني نوتت، حتى اتكلمنا عنها في مادة الديانة. آدي بقايا المعبد بتاع أمن محات الثالث، أمن محات الثالث برضو آدي الخرطوش بتاع أهوت موجود داخل المعبد. بالإضافة للمعبد بتاع أمن المحات الثالث، أمن المحات الثالث برضو كان ليه بيراميد، هرم اللي هو هرم هوارة موجود في منطقة الفيوم، في منطقة هوارة بشكل يعني بالأخص يعني. وقدام الهرم دوت تم اكتشاف، أو الآثارين اكتشفوا عدد من السبترينيان جاليريز، مجموعة من الدهاليز تحت سطح الأرض، ومجموعة من، ودي تعتبر بقايا المعبد الخاص بالبيراميد بتاع الهرم أو الهرم بتاع أمن المحات الثالث، وهو معبد جنازي فيونري تمبل. واليونانيين لما جم وشافوا المعبد دوت سموه اللابرينث. يعني ايه اللابرينث؟ يعني المتاهة، خلاص، نتيجة ان المعبد كان بيحوي عدد كبير جدا من الدهاليز اللي تحت الارض، لدرجة ان هو يعني الناس كانت بتتوه داخل الدهاليز او الممرات دي. عددا الكريبتس او الممرات السفلية اللي هي بتقال عليها في بعض الاحيان السراديب، سراديب المعابد دي كانت بتوجد فيها العبادات السرية، وكانت بتحفظ فيها المواد والادوات المختلفة المستخدمة في الطقوس الدينية داخل المعبد. عشان كده سموا المعبد دوت باسم اللابيرنث، يعني المتاهة، نظرا لتعقيد البنى بتاع المعبد ده. ادي شكل كده تخيلي او اعادة تصميم، ادي هرم هوارة المفروض بعد اعادة تصميمه يعني بشكل هندسي، وادي المعبد بتاع أمن المحات التالت قدامه. خلاص شايفين كمية يعني المبنى طبعا معقد جدا في تشكيله، وتحت الارض في مجموعة من الممرات والدهاليز المترابطة والمتشابكة، لدرجة ان كان صعب جدا حد يدخل ما يعرفش، ممكن يعني يدخل ما يعرفش يطلع تاني. ادي بقايا اللابرينث او بقايا الممرات السفليه،
قدام هرم أمن محات الثالث. طيب تعالوا نقول الكلام دوت. الفيوم contains different monuments that date back to the Greek to the Pharaonic period, especially to the kings of the 12th dynasty. One of the most important monuments that date back to the 12th dynasty is this temple. This temple is dedicated by Amen Mahat the third to the cobra goddess Renutet. And also we can find here the cartouches of the king inscribed on the walls. يعني محطوطة أو محفورة على الجدران. We have also the pyramid, the remainings of a pyramid of the same king. In front of this pyramid, we have remains of a funerary temple. يعني إيه funerary؟ يعني جنائزي مستخدم للطقوس الجنائزية. A funerary temple and with different subterranean galleries. Very complicated complex of a subterranean galleries. مجموعة معقدة جدا من السراديب السفلية. And therefore, when the Greeks discovered or found this tomb, this temple, they called it the labyrinth or the labyrinthos, بمعنى المتاهة, the maze. خلاص referring to the complicated design of these galleries. And this is the entrance of the labyrinth of Hawara. طيب هنتكلم كده بشكل يعني نعمل كده سبوت لايت على اهم الحاجات اللي احنا ممكن نزورها في منطقة الفيوم. اول حاجة عندنا منطقة قصر قارون. قصر قارون يعتبر او منطقة قصر قارون هو يعتبر موجود على الجزء الغربي من بحيرة قارون في محافظة الفيوم. هو تقريبا 40 كيلومتر من مدينة الفيوم نفسها. هو كان يعتبر بداية الطريق اللي هو الواحات البحرية اللي موجودة في صحراء مصر الغربية. المعبد بيرجع للعصر البطلمي ومكرس للإله سوبك. وزي ما قلنا الإله سوبك هو الإله الرئيسي لمنطقة الفيوم. وعلى فكرة عبادة الإله سوبك ظهرت في منطقة الفيوم ومنطقة طيبة وانتشرت بشكل واسع جدا في العصر البطلمي. وأكد على كده أقوال المؤرخ اليوناني هيرودوت اللي قال قد إيه إن منطقة الفيوم كانت بتحوي أشكال عدة من الإله سبك أو عبد فيها هذا الإله بأشكال مختلفة. بالإضافة إن كمان حتى كانوا بيربوا التماسيح الحيوان المقدس للإله سبك وبيزينوه بالمجوهرات المختلفة وبيحطوه داخل المعابد. وبعد ما بيتم يعني بعد وفاة هذا التمساح المقدس بيتم تحنيطه. فالحقيقة عبادة التمساح والأشكال المحنطة للتماسيح ظهرت بشكل خاص في منطقة الفيوم بصفة عامة. زي ما قلنا ان معبد قصر قارون بيرجع للعصر البطلمي وحواليه في بقايا بعض الحمامات الرومانية, بعض البقايا من الفريسكو, بعض البقايا من المنازل. في بعض الاحيان كان المعبد دوت بيسمى اسم ديونيسيوس. ولو فاكرين في الديانة ديونيسيوس دوت هو اله للخمر. فده ان دل على شيء يدل على ان برضو عبادة للاله ديونيسيوس ظهرت في هذا المعبد خلال العصر اليوناني الروماني. طيب تعالوا نقول الكلام دوت مع بعض بالانجلش. One of the most important sites of the Greco-Roman sites in El Fayum is the temple of Asr Arun. It's dedicated to Sobek. And as we said before, Sobek was worshipped. يعني he worshipped, تم عبادته. He was worshipped in El Fayum in different shapes. His veneration gained a very important reputation. يعني ايه reputation؟ يعني سمعة. خلاص it was a very important, was very famous during the Greco-Roman period. And this was confirmed by the historian who was called Herodotus. He said that sacred crocodiles were found, were placed, were elaborated with the jewels. And after the death of these crocodiles, they were mummified and placed in corridors and in the temples, the mummified crocodiles. And this temple is found in Asr Arun on the near the lake of Qarun Lake in El Fayum. Now it's about 40 kilometers from the capital of El Fayum. It was the beginning of the caravan. يعني ايه caravan? Caravan route يعني بداية السير to بحرية Oasis and the Western Oasis in Egypt. Around this temple, as we said, we have remains of houses, baths that date back to the Roman period. And this temple begins with a iba. It begins with, it's a square building. طبعا هو مبنى مربع صغير.
والمعبد بيتاخد شكل الفساد بتاع المعبد دوت في هو الجزء الشرقي، يعني هو بتبتدي من الشرق والجيت واي بتاعه موجود في الجهة الشرقية، وفوقيه هنلاقي الصلى المقدس. ايه هو الصلى المقدس؟ شايفينه هو عبارة عن تعبان الكبرى وفوق رأسه او الحية المقدسة تعبان يعني، وفوق رأسه قرص الشمس. التعبان فوق رأسه قرص الشمس كان أحد رموز الحماية وأحد أشهر الأفاريز أو الزخارف اللي بتبقى موجودة على واجهات المعابد كرمز من رموز الإيه؟ الحماية. So this is the facade. يعني إيه the facade؟ يعني الواجهة. خلاص عشان بس نبقى عارفين الكلمات اللي ممكن تبقى صعبة علينا وإحنا بنذاكر. The facade يعني الواجهة. This is the facade of the temple. It's in the eastern site, and this is the main gateway to the temple. It's adorned with the frieze of the Orias, crowned with a solar sun disk, and the Orias over it. The solar sun disk is a sign of protection in the Egyptian temple. يعني a sign of protection. يعني كرمز من رموز الحماية. طيب الفساد دوت بيؤدي الى مجموعه من الايه من الصلاه، كل صلاه بتؤدي لاخرى، وهم 3 صلاه متتابعه. بعد كده بنصل لقدس الاقداس تاني. يعني الفساد بتاع التمبل اهو بالحية المقدسة اهي، بتدخلنا على 3 صلاة ورا بعض، وفي الاخر خالص بلاقي قدس الاقداس. عشان نبقى عارفين برضو في المعابد نبقى يعني فاهمين الدنيا ماشية ازاي، المعبد مساحته بتقل تدريجيا من الخارج للداخل. يعني الأوضة اللي برا بتبقى واسعة، بدخل على أوضة أصغر، بدخل على أوضة أصغر، لغاية ما بوصل لمنطقة السانكتوري. يعني إيه السانكتوري؟ اللي هو قدس الأقداس، إشارة إن هو أقدس مكان في المعبد. تمام. طيب ليه المصري صمم المعابد بهذا الشكل؟ علشان الإضاءة تقل، علشان فبالتالي بيدي نوع من أنواع الرهبة للي داخل المعبد. بالإضافة إن منطقة القدس الأقداس هي أقدس منطقة في المعبد، ما كانش بيدخلها غير أو مسموح بدخولها غير الملك والكاهن الأكبر بتاع المعبد. تمام. إذا الصلاة اللي بره دي كانت ممكن يستخدمها عامة الشعب. بعد كده قدس الأقداس دوت هو المكان يعني إيه المقدس جدا، ما فيش حد، مش أي حد كان بيدخله. تمام كده. So the facade of this temple, it's adorned with the gateway. Over it we can find a frieze, يعني a frieze of Orias. Over them إيه بقى؟ سنة تانية solar sun disk. What is the symbolism of the Orias over the solar sun disk? إيه هو رمز الحية المقدسة؟ It's a sign of protection in the Egyptian temples. This gateway leads to how many halls؟ بيؤدي لكم صالة ورا بعض؟ 3 halls. And after that we can find the sanctuary, which is divided into how many niches؟ فيها كم حنية؟ 3 niches. خلاص. طيب ايه اللي بيميز قصر قارون حتى من الناحية السياحية؟ دايما بيتقال ان هو شوية شبه، لو تسمعوا على قصة تعامد الشمس على قدس الاقداس اللي كانت بتحصل مثلا في معبد ابو سمبل، الحقيقة نفس القصة برضو بتحصل في المعبد بتاع قصر قارون في يوم 21 ديسمبر. تمام. وهو وقت التوقيت الشتوي. في هذا الفترة قرص الشمس بيتعامد على منطقة قدس الأقداس اللي كان بيتحط فيها الستاتيوز أو الماميفايد كروكودايل بتاع إيه بتاع جاد سابق. So what is very remarkable in this temple, the sanctuary. خلاص as we said before, it is divided into how many niches? 3 niches. And during on the 21st of December during the winter solstice, the sun is illuminates. يعني illuminates يعني بتضيء. The sun illuminates the inner parts of the sanctuary, which was used to preserve the statues or the mummified crocodiles of Sobek. عشان كده المعبد يعني يعتبر من المعابد المختلفة والمميزة. ده كان أول معبد عندنا. طيب عندنا معبد تاني لطيف جدا برضو، اسمه معبد في منطقة اسمها فيادلفيا، ودي أحد مناطق منطقة الفيوم. هي عبارة عن قرية صغيرة. فيادلفيا ديت كانت يعني بيرجع عصرها العصر القرن الثاني قبل الميلاد، يعني بداية العصر البطلمي. ويقال ان هذا واحنا لقينا على فكره فيها عدد كبير. في فيادلفيا بتتميز ان احنا لقينا اوراق بردي فيها كتير جدا، كانت بتتحدث عن اضطهاد الامبراطور دقلجيانوس المسيحيين.
أو بتؤكد مدى يعني الاضطهاد الديني اللي تعرض له المسيحيين خلال فترة الإمبراطور دقلديانوس. عدد كبير من البرديات كانت تم اكتشافها في منطقة فيلادلفيا وتتحدث عن هذا الأمر. طيب المعبد اللطيف دوت هل بلاقيه في الفيوم نفسها؟ لا، الحقيقة المعبد دوت تم نقله من خلال وزارة الآثار أو المجلس الأعلى للآثار سابقا من فيلادلفيا، وكان في فترة طويلة جدا كان معروض في حديقة المتحف اليوناني الروماني باسكندرية. يعني لو حد كان وهو صغير كده زار المتحف اليوناني الروماني ويفتكر ان جوه الجنينه بتاعت المعبد متحف، هنلاقي المعبد هو معبد صغير كان محطوط جوه الجنينه اهي. برضه هو مكرس للاله ايه؟ سوبك، او مهداه لعباده الاله سوبك في الفيوم. الحقيقه المعبد برضه بيتخذ الشكل المصري، ادي اهوت البايلون بتاع المعبد اوكي، وبرضه بياخد شكل الكورنيش المصري، وجنبيه تمثالين لأبو الهول. على المعبد، على يعني على جانبي المعبد احنا بنلاقي جريك انسكريبشن كانت بتقول ان المعبد دوت مكرس او مهدى من قبل اله، من قبل شخص معين يوناني اسمه ايه؟ اسمه اجاثادوروس، سان اوف اجاثادوروس. تاني اسمه اجاثادوروس، سان اوف اجاثادوروس، ان هو بيهدي. اجاثادوروس دوت بقى بيعمل ايه؟ بيهدي هذا المعبد لايه؟ لسوبك. يعني هو قايل يا جماعه انا بنيت المعبد ده للاله ايه؟ للاله سوبك، على شرف مين؟ على شرف بطلميوس الثامن وكيلوباترا الثانيه. لو فاكرين كيلوباترا الثانيه هي مين؟ هي اخته وزوجته، خلاص، وكيلوباترا الثالثه اللي هي بنت اخته وفي نفس الوقت هي ايه؟ هي زوجته. تمام، يبقى هنقول الكلام دوت بالانجلش. Beside the temple of Asr Arun, we have another remarkable temple discovered in El Fayum, which is the temple of Theadelphia. What a Theadelphia, which is called now Batn Harit. It's one of the villages in El Fayum, and it dates back to the early Ptolemaic period. What is very remarkable in this village, we discovered different papyri rolls talking about the religious oppressions of the Christians during the reign of the Roman Emperor Diocletian. This temple was transported from Philadelphia to be displayed. يعني ايه displayed؟ بيتم عرضه. To be displayed in the garden of the Greek Roman Museum in Alexandria. It takes the shape of the pharaonic or the Egyptian traditional temples, having a pylon, an Egyptian pylon اهو خلاص. And it's flanked with, يعني ايه flanked with؟ يعني على جانبيه we have two Andrew sphinxes. تمام؟ برضو عشان تبقوا عارفين، عشان انتم مرشدين المستقبل، احنا عندنا كم نوع من انواع التماثيل ابو الهول منتشره في مصر. احنا عندنا تماثيل ابو الهول ممكن تتخذ براس انسان، واشهرها طبعا تمثال ابو الهول اللي موجود في الجيزه، وفي هذه الحاله بيسمى اندرو سفينكس. عندنا تماثيل تانية ابو الهول براس كبش زي طريق الكباش مثلا اللي موجود ما بين معبدي الاقصر والكرنك، وده بيبقى اسمه كرايو سفينكس. اوكي، عندنا تماثيل تانية لأبو الهول لكن برأس صقر، وفي هذه الحالة بيسمى هيراكو سفينكس. تمام، دي أشهر أنواع تماثيل أبو الهول اللي ظهرت في الفن الإيه؟ المصري. عودة تاني للتمبل، يبقى this temple take the shape of the Egyptian temple, the facade take the shape of the pylon. احنا قلنا الفساد يعني إيه؟ يعني الواجهة خلاص بتاعت المعبد. Take the shape of the Egyptian traditional pylon, flanked with two statues of Andrew Sphinx. اهو شايفينه. And how many types of sphinxes we have in ancient Egypt? We have the most important are three. Andrew Sphinx having the shape or the human head, Cryo Sphinx having the ram head, and Hieraco Sphinx having the falcon head. Here we have only the Andrew Sphinx. And on the facade here we can find Greek inscription. يعني نص يوناني بيقول ايه بقى؟ It's a dedicatory inscription. يعني ايه dedicatory inscription؟ يعني نص اهداء. عارفين لما مثلا يعملوا مبنى دلوقتي ويكتبوا كده في لوحة تأسيس بره يقول لك ان اهدى السيد المحافظ ولا اهدى فلان الفلاني هذا المبنى لخدمة الجمهور ومش عارفة ايه، مؤرخ في سنة كذا، مش بتبقى موجودة ساعات بنشوفها. ده برضو بنفس الفكرة، هو معبد خاص يعني واحد هو اللي بناه. طب مين الواحد ده؟ واحد اسمه اجاثادوروس، اجاثادوروس سان اوف اجاثادوروس، ما بناه وكرسه للاله سوبك
وقال ان هو تم اهدائه في عصر بطليموس الثامن، واخته وزوجته كيلوباترا الثانيه، واخته وبنت اخته وزوجته برضو كيلوباترا الثالثه. طيب السانشوري بتاعه برضو متقسم، اللي هو قدس الاقداس متقسم لثلاث حنايه. الحنيه اللي في النص اهوت، شايفين مين اللي في النص دوت؟ ده الاله سوبك، خلاص بيتاخد شكل انسان برأس تمساح، وما بينه اتنين، خلاص دول مين دول بقى؟ دول الاتنين حابي، خلاص شكلين من اشكال حابي، واحد منهم يمثل حابي الشمالي والتاني بيمثل حابي الجنوبي، وهما بيربطوا رمز كده اسمه وحدة السيماتاوي. سيماتاوي يعني بيربطوا مصر العليا والسفلى مع بعض. طيب الفن المصري هنا كان بيدل على ايه؟ بيدل على حاجتين، اولا ان نهر النيل هنا اللي بيربطهم، ايه الرابط اللي ما بينهم؟ الرابط اللي ما بينهم نهر النيل، دي حاجة. تاني حاجة، طب ايه رمزية ان سوبك يبقى واقف في النص هنا؟ بالظبط، ان هو بيدل ان هو اله خالق، وان هو المتحكم، وان هو اللي خلق الكون، وان هو اللي خلق مصر، خلاص. وده بيؤكد فكرة ان سوبك تم يعني رفعه من قبل كهنة الفيوم لمصاف الآلهة الخالقة. So as we said before, the sanctuary is divided into how many niches? Yes, three niches. The central niche is decorated with the shape of Sobek as a crocodile-headed man between the two shapes of Hapi, Hapi Mehit, the northern Hapi, and Hapi Rizit, the southern Hapi. They represent tying the Simatawi. And here is revealing the shape of Horus, or the role of Sobek Asdi, as the creator god. And then this is the right niche. It represents the shape of a complete crocodile. يعني شكل كروكودايل بس هنا ايه كامل. Beside the temple, احنا برضو في منطقة التمبل اكتشفنا سوبك بقى، يعني كان في كروكودايل محنط، تمساح محنط، تمام. وعلى فكرة ده كان معروض في المتحف اليوناني الروماني في اسكندرية، وعلى يعني ايه، على حامل من الخشب، خلاص. Also in the precinct of the temple of Philadelphia we discovered a mummified crocodile which was once displayed in the Greco-Roman museum on a wooden litter, and also we discovered a wooden door. يقال ان الدور دوت هو اللي كان بيتقفل بيه باب الايه، باب المعبد. طيب يبقى لغايه دلوقتي احنا استعرضنا معبدين من العصر اليوناني الروماني في منطقه الفيوم. ده بقايا معبد لمنطقه اسمها سقنبتيس، خلاص. سقنبتيس او اللي هي في منطقه اسمها توبتينيوس او الام البراجات. الحقيقه في المنطقه ديت احنا اكتشفنا عدد من الحيوانات او التماسيح المقدسه، واكتشفنا معبد سقنبتيس بقاياه ما زالت موجوده وبترجع للعصر البطلمي، وكان مخصص لعباده الاله سوبك زي ما قلنا، بالاضافه ان هو برضو تم عباده فيه الاله سرابيس وايزس وحربوقراطس. طيب هل عندنا مكان تاني او حاجه تانية في تبتينيوس اللي هي ام البراجات في الفيوم؟ عندنا معبد تاني اهو لايدا ثرموسس. فاكرين ايدا ثرموسس؟ بالظبط، ايدا ثرموسس احد اشكال ايزيس اللي خدت شكل تعبان، وكان لها شهره واسعه جدا في منطقه الفيوم. ويقال ان سبب الشهره ديت ان اشكال التعبين كانت منتشره جدا في منطقه الفيوم، وعلشان كده هي كان لها شهره خاصه جدا في المنطقه هناك. So another place which was known in الفيوم is Tiptinius or أم البريجات. It's a small village also in الفيوم. And in 1899 and 1900, Grenfell and Hunt. Who are Grenfell and Hunt? They are two important British archaeologists. أثريين من بريطانيا. They discovered papyri. They discovered mummified crocodiles in this place. They also discovered remains of a temple of Sobek, Sognepteus. It's dedicated to Sobek. Beside a shrine or a small chapel for Serapis, Isis, and Harpocrates, we also discovered another temple for Isis Thermoses, one of the shapes of Isis in the form of a snake or a cobra, which was highly venerated in El Fayum. خلاص، دي أحد الأماكن اللي إيه المهمة جدا في منطقة الفيوم، أو المعابد المهمة، أو المنطقة دي من الأماكن المميزة يعني. طيب إحنا عندنا برضو
اخر مكان هنتعرض له منطقه الفيوم. احنا حقيقه مختصرين جدا في الفيوم والواحات، مجرد نديكم الحاجات الاساسيه. منطقه كرانس هي برضو كانت قريه صغيره، ولو رحت الفيوم مش هتقول طبعا ان هي اسمها كرانس، كرانس ده الاسم اليوناني، هي بالعربي اسمها كوم اوشيم، هي قرية كده صغيرة اسمها كوم أوشيم، ويقال إن بدايتها برضو من بداية العصر البطلمي، واستمر استخدامها أو استمر وجودها في الوثائق وكده لغاية القرن الخامس الميلادي. في سنة 1895 بدأت الحفاير من قبل جرانفيل أند هانت زي ما قلنا، وبيقولوا إن كرانس كانت موجود فيها معبدين رئيسيين اللي هو المعبد الشمالي والمعبد الجنوبي، والمكرسين لعبادة الإله إيه؟ للإله سوبك. So one of the villages of الفيوم which is now called كوم أوشيم كرانس it dates back to the 3rd century BC and it continued to be found to the 5th century AD. Grenfell and Tite discovered different monuments in this site. The most important is the North Temple and the South Temple. Both of them are dedicated to. يعني ايه dedicated؟ يعني مكرسين او مهداة لعبادة مين؟ to the cult of Sobek. دوت شكل كده او منظر للمعبد الشمالي، تمام. هما يعني شكلهم اول حاجة طبعا المعبد الشمالي عادة بيبتدي بسلم، خلاص، وبعد كده بنلاقي صالة يعني ايه مفتوحة شوية ومجموعة من الهولز ورا بعض، وزي ما قلنا دايما ان الصالات بيقل عددها ولا بيقل مساحتها ولا بتزيد مساحتها؟ بتقل مساحتها من الخارج للداخل لغايه ما نوصل لقدس الاقداس، اقدس منطقه في المعبد بنلاقيها حجره صغيره جدا لاطفاء نوع من الرهبه عشان الضوء يبقى اقل، فبالتالي يعني تحس برهبه وانت داخل قدس الاقداس بتاع المعبد. And this is the southern temple. خلاص it also contains a courtyard and successive halls and the sanctuary. تمام، دي كانت منطقة كوم أوشيم. خلاص عندنا برضو في منطقة كوم أوشيم أو كرانس عندنا houses. We discovered different multi-storied houses. يعني إيه multi-storied houses؟ يعني with different rooms. خلاص the houses are attached to each other. يعني ما كانوش مفصولين، يعني ممكن الحيطة نفسها بتبقى بتاعت البيت ده والبيت اللي جنبه. فاهمين ازاي؟ يعني مش واقفين بشكل independent مستقلين، لا، الهاوسز كانت بتتبنى يعني الحيطة في الحيطة زي ما بقولوا، تمام. دي احد اشكال الهاوسز اللي احنا اكتشفناها في منطقة كرانس. وبالاضافة لكده ان الهاوسز are decorated with niches، جواها كان في بعض الحنايا which were used for preserving lamps. بعض الاحيان بتحط فيها مسارك زي الفوانيس كده للاضاءة، statues for the gods. We also discover granaries. يعني ايه granaries؟ يعني محاصل الغلال. يعني ايه؟ يعني اماكن انا بحط فيها الغلال المختلفة اثناء عملية ايه الحصاد. Many granaries were discovered in Kranes and they date back to the Roman period. بيرجعوا للعصر الايه الروماني in order to preserve the soil in them. يعني ايه the soil؟ او to preserve the soil علشان يعني احط فيها الحصاد او الغلة بتاعتي بتاعت كل سنة، تمام. And they sometimes are decorated with vaulted roofs. يعني ايه vaulted؟ الفولتد اللي هو السقف المقبي. يعني ايه السقف المقبي؟ اللي بياخد شكل القبة شوية، مش flat roof، لا، السقف شوية بيبقى شكله ايه مقبي. طيب الحاجات برضو مميزة لطيفة جدا ابراج الحمام اللي احنا اكتشفناها في منطقة كرانس، وبرضو موجودة في المنطقة السكنية شايفينها. دي كانت باختصار منطقة الفيوم، اتمنى انها تكون لطيفة وسهلة عليكم. طيب سريعا كده برضو، ايه هي الايجيبشن اويزس؟ الحقيقة الايجيبشن اويزس او الواحات المصرية، كلمة الواحة نفسها هي اصلها مصري. ناس كتير قوي ما تعرفش الجزئية دي، هي اساسا من الكلمة المصرية واحات، خلاص، معناها the boiling place، المكان الساخن، المكان الايه اللي هو يعني ساخن او اللي هو بيغلي. ده ليه؟ طبعا ان هي موجودة في قلب الصحراء فبتتميز بدرجة الحرارة العالية. الحقيقة ان هي كانت جزء من اقليم فينيت، خلاص، وفينيت دوت اللي هو اقليم بيرجع لمنطقة جرجا حاليا في سوهاج، وكانت بتحكم من قبل حاكم ابيدوس.
يعني الواحات كانت بتحكم او كانت تحت امرة حاكم ابيدوس، اللي هو حاليا ابيدوس فين برضو لمعلوماتكم؟ منطقة البليانة، خلاص محافظة برضو ايه سوهاج. ده من المصريين كانوا بيعتبروا الويستن اويزيس دي في كتير من الاحيان مش تبع قوي مصر، كانوا يقول لك عليها الاقليم الليبي. فاكرين لما اتكلمنا حتى في البطلمي نقول ان الواحات، المنطقة بتاعت الواحات شوية كانت اداريا بتتبع اكتر او بيتقال عليها اكتر الاقليم الليبي، لغاية ما مصر فرضت سيطرتها بشكل كامل ايه عليها بعد كده. خلاص so the Egyptian deserts oases were called Wahat which means a boiling place representing or revealing the high temperatures of this place. It was a part of the Thinite nome which is now Gerges who had governorate, and in Upper Egypt they were ruled by the governor of Abydos. طيب by the new kingdom الواحات كانت مقسومة نصين، واحات محيط تمام اللي هي الواحات الشمالية including بحرية and فرافرا oasis and الواحات الجنوبية واحات ريزيت، واحات ريزيت including خرجة and تخل oasis. طيب هما كانوا كام واحة في العصر اليوناني الروماني والعصر المصري القديم؟ الحقيقة المصريين طبقا لنصوص معبد إدفو قسموهم لسبع واحات، من الجنوب للشمال كالآتي: عندنا الدخلة تمام، واحة الدخلة، واحة الخارجة، واحة الفرافرة، كان في واحة صغيرة ذكرتها النصوص ما بين الفرافرة والبحرية، واحة البحرية، وادي النطرون نفسه كان بيعتبر واحة، وسيوة أويسس. Okay, so according to the texts of Edfu Temple, we had 17 oases that are arranged from the south to the north as follows: دخلة أويسس، خارجة أويسس، فرافرة، and small oasis between Farafra and Bahariya oasis. Bahariya oasis, Wadi Natrun. Wadi Natrun was considered to be an oasis during that time, and Siwa. طيب حاليا احنا عندنا كم واحة؟ احنا عندنا في مصر خمسة: الدخلة والخارجة والفرافرة والبحرية وسيوة. طيب احنا هنشوف ايه اهم الحاجات تفتكروا اللي احنا ممكن نشوفها. طبعا عايزين نشوف كده المعبد، فاكرين المعبد ده احنا اتكلمنا عنه مرارا وتكرارا وقلنا ان المعبد دوت هو اشهر معابد الوحي على المعالم المستوى العالم القديم، وكان بيعبد فيه الاله امون ممتزجا مع الاله زيوس كاله للاوراكل لاستشارة الوحي. مين اللي زار هذا المعبد في مصر؟ بالظبط كده الاسكندر الاكبر لاستشارة الوحي، وبعد كده تم تتويجه كإله للإله كابن للإله إيه آمون اللي اعتبر هو إلهه السماوي أو أبوه السماوي، وأبوه فيليب الثاني كان أبوه الأرضي طبقا لكلام طبعا إيه الكهنة. Okay, so Siwa Oasis is one of the most remarkable oasis in the Western Desert. The origin of the importance of this oasis because of the visit of Alexander the Great in 331. And the origin of Siwa, يعني الاسم بتاع Siwa ده هو اسم حديث ملوش طبعا يعني ملوش أصل مصري. This temple was known during the Persian period. كان موجود حتى من العصر الفارسي، ويقال ان الاله او الملك قمبيز دمر هذا المعبد واعيد بناؤه مرة اخرى. It was destroyed by about an army of 50,000 soldiers and after that it was rebuilt once again. And Alexander the Great visited this temple to consult the oracle. يعني ايه consult the oracle؟ يعني لاستشارة وحي الاله ايه امون. This temple is 4 kilometers from the modern city. هو يعتبر 4 كيلومتر من المدينة الجديدة. يعني it dates back زي ما قلنا قبل كده to the 26th dynasty to and the Ptolemaic period. بعد كده حصل له اضافات في العصر البطلمي، وهو بيقع على قبة صخرية أو منطقة صخرية كبيرة. It stands on a modern rock cliff، يعني منطقة صخرية عالية قوي. Consists of a forecourt، يعني a forecourt يعني صالة. بعد كده vestibule، دهليز، and a sanctuary. تاني forecourt، vestibule، sanctuary. forecourt اللي هي صالة، vestibule يعني دهليز، sanctuary اللي هو ايه قدس الأقداس. ويقال إن جنب قدس الأقداس كان في كده أوضة جانبية بيستخدمها الكهنة علشان يعملوا أصوات معينة عشان يوحوا للناس اللي بتزور إن الإله هو اللي بيتكلم أثناء عملية الوحي. يبقى to beside the sanctuary. خلاص there was a small corridor to the right of the sanctuary. It was used by the priests during the process of the oracle علشان إيه to make different sounds as if the god was speaking. كأن الإيه الإله هو إيه بيتكلم. طيب عندنا حاجة، أدي أهوت المعبد
شايفين it's on a very rocky cliff، يعني فوق منطقة صخرية. آخر معبد هنتكلم عنه معبد مهم جدا في منطقة الخارجة، معلش احنا بنعمل مجرد كده سبوت لايتس على الأماكن المهمة عشان ما فيش حاجة تفوتكم. ده معبد هيبس في واحة الخارجة. الحقيقة الخارجة بتقع ما بين 220 كيلومتر من جنوب منطقة أسيوط، وتاريخها بيرجع لما قبل عصر الأسرات على فكرة، ويقال إن كان ليها معبد الإله أمون في المنطقة ديت. حتى معبد الإله هيب معبد هيبس يقال إن هو مكرس للإله أمون. هيبس جاية من الاسم المصري القديم هبت، خلاص هبت معناها المحرات بتاع الأرض خلاص، وبعد كده أصبحت هيبس باليوناني. وهي تقريبا 2 كيلومتر من منطقة الخارجة أو مدينة الخارجة الحالية. المعبد بيرجع للعصر الفارسي للأسرة 26، تمام، وعمل حصل إضافات فيه من خلال الملك دارا. وبعد كده حصل بعض الإضافات مرة أخرى في عصر الملك نكتنبو الثاني، في عصر بطلميوس الثاني هو اللي عمل الجيتوي الكبيرة. فهو يعتبر المعبد اللي قد يكون الوحيد في مصر اللي بيرجع للعصر الفارسي، وخليكم فاكرين المعلومة دي مهمة جدا، ان هو يكاد يكون المعبد الوحيد المكتمل في مصر اللي بيرجع للعصر الفارسي. So this temple is located in Kharga Oasis, one of the western oasis of Egypt. It's about 220 kilometers from Asyut, and it was inhabited since the prehistoric times. The word Hebus is derived from the ancient Egyptian word Hebet, which means the bluff. Okay, and after that, it was pronounced by the Greeks as Hebus. It's dedicated to the to the god Amun, and it dates back. This temple dates back to the 26th dynasty. It was built by Queen Dara, or Darius the first and the second, and Nectanebo the first, Nectanebo the second, and different additions was made by Ptolemy the second. تمام، ادي معبد او تخطيط معبد هيبس. طيب معبد هيبس دوت بيبتدي بايه؟ بيبتدي بافينيو اوف ذا سفينكس، يعني كان في هنا طريق للكباش خلاص، والافيني اوف ذا سفينكس دوت في الرومان جيت واي. في جيت واي هي بترجع للعصر الروماني، وعندنا واحده بترجع للعصر البطلمي، وواحده تانية بترجع لعصر داريوس الاول. يبقى الجيت واي نمبر كيو دوت هو افيني اوف ذا سفينكس، اللي هو ايه، قدس او طريق الكباش. تعالوا نشوفه كده مع بعض اهو، ده طريق الكباش، شايفين بقايا التماثيل بتاعه الكباش، شايفينها، تمام، ده الجزء بتاع طريق الكباش. وادي الجيت واي الرومان جيت واي بتاع داريوس، وادي واحده تانية 3 جيت ويز خلاص. يبقى the first part of this temple is a avenue of the sphinx flanked by remains of statues of sphinxes having 3 gateways, one Ptolemaic, one Roman, and one of Darius the first. ده الجزء بتاع الـ Avenue of the Sphinx. طيب بعد كده هنشوف ايه تاني في المعبد. الـ Avenue of the Sphinx دوت في basis of two obelisks، يعني يقال ان في قاعدتين يا اما كانوا بيستخدموا لمسلتين او تمثالين كبار. وبعد كده عندي بورتريكو هنا خلاص، هي منطقة مفتوحة فيها مجموعة من الأعمدة خلاص، وبيرجع لعصر نكتنبو الثاني، وفيها اتجان هذه الأعمدة بتاخد الشكل الايه، اتجان النباتية. تعالوا نشوفها كده مع بعض اهي، ده البورتريكو اللي جوه خلاص، وهي فناء مفتوح له أعمدة خلاص، او في بعض الأحيان بتقال عليه كولونت. كولونت وبورتريكو is a place open aired with columns. A place open aired with columns, and the columns here with capitals, with floral capitals. تمام، يبقى بعد الـ Avenue of the Sphinx with 3 successive gateways, one Ptolemaic, one Roman, one from the Persian period, we enter the colonnade or the portrico with columns with having the floral capitals. طيب بعد كده عندنا ايه، we have the first hypostyle hole, solid أعمدة أولى. Second hypostyle hole, first A, second, and the third hypostyle hole. يبقى Avenue of the Sphinx, Portrico. خلاص عديت البورتريكو هنا. First hypostyle hole, second hypostyle hole, third hypostyle hole. خلاص في ال third hypostyle hole صلاة الأعمدة التالتة، وهي للصلاة الرئيسية، عندنا منظر لطيف جدا، تعالوا مع بعض نشوفه أهو.
ليه المنظر ده مختلف؟ لان المنظر ده بيصور اللي مش متخصص يقول لك على طول ده حورس وهو بيقتل الابوفيس والتعبان المقدس للاله ست، لكن الحقيقه النص بيقول ان ده هو نفسه ست. حتى يعني الناس اللي هي شويه عارفه هيروليفي جاد ميدو ان ستخ، خلاص قول قائم بواسطة ست. ست نفسه متصور هنا في شكل حورس أو في شكل صقر مجنح بيرتدي تاج مصر العليا والسفلى وبيقضي على أبوفيس، وده موجود في الثيرد هايبوستايل هول ويعتبر من المناظر المختلفة والمميزة جدا ما شفناهاش كتير بعد كده. طيب عندنا ايه تاني المناظر المختلفة ممكن نشوفها؟ في قدس الأقداس الحقيقة، تعالوا مع بعض نشوف الخريطة تاني. خلاص أنا شفت هنا صالة الأعمدة الثالثة فيها المنظر بتاع في شكل صقر، وهدخل بعد كده على السانكتوري فيها بعض الأشكال المميزة زي ما قلنا، زي خنوم وهو على عجلة الفخار، شكل الحتحورات السبعة، في بعض الأحيان إلى حتحور بتتمثل 7 مرات، ودي بتمثل يعني رمزها هي بتحدد the fate of the person، يعني الخير ومصير هذا الإنسان. الأدوات of هيرموبولس، ثمون هيرموبولس برضو مصور داخل السانتري، دي برضو أحد الأشكال المهمة. تمام. طيب عندنا برضو إيه الحاجات اللي حوالين قدس الأقداس؟ عندنا هنا ادي قاعة يقال عليها القاعة الملكية. تمام. ليه القاعة الملكية؟ لان هي دايما فيها مناظر للتتويج، فيها مناظر الملك وهو يتم ايه بالتتويج. عندنا برضو تشابلز K1 و K2، ودي التشابلز ديت مكرسة للايه للاله اوزايرس، خلاص وبنطلع لها عن طريق كده ايه في سلم ما بين الشابل دي والشابل دي. خلاص so we have here the kingship room it's having coronation scenes، يعني ايه coronation؟ مناظر للتتويج. and also we have here 3 chapels dedicated to the cult of Osiris. خلاص store room، يعني ايه store room؟ store room يعني منطقة للتخزين. we have also here a store room which was used for storing the different objects. تمام. عندنا ايه تاني؟ عندنا هنا ايه دوت هو staircase to the roof of the temple، بيوصلنا لسطح المعبد. طب سطح المعبد في ايه؟ سطح المعبد في chapels مكرسة لعبادة الاله اوزوريس. طيب خليكم فاكرين عشان لما السنة الجاية ان شاء الله تدرسوا معابد صعيد مصر، لما ان شاء الله حد يدرسها لكم هيقول لكم ان في مثلا في معبد دندرة فوق في تشابل لأوزايرس على سطح المعبد. خليكم فاكرين وقولوا لهم ان احنا شفنا منظر برضو نفس حجرة او تشابل لأوزايرس على سطح معبد هيبس، معبد هيبس في الخارجة، وبيمثل مناظر بتمثل بقى اعادة بعث اوزوريس. تعالوا نشوفها مع بعض اهو. خلاص ادي ايزيس ونفتيس مثلا حوالين جسد الاله اوزوريس، قصه اوزوريس واوزوريس الاله حقت. خلاص ادي منظر اعاده بعث الاله اوزوريس مره اخرى، يعني مناظر للاله اوزوريس واعاده بعثه مره اخرى مصوره على الاوزايرن شابلز اللي بتقع on the roof of the temple of Hebes in خارج اويزس. تمام. دي برضو من المناظر المهمه. طيب عندنا فروم اف برضه منظر لطيف، احنا انا اخترت بس افضل المناظر اللي ممكن تشوفها. يعني عندنا منظر لطيف قوي اهو، اللي هو منظر الملك او الاله تحت وهو بيكتب اسم الملك تحت الايشت تري، شجرة الايه الايشت. اخر حاجة هناخدها في الخارجة واخر في اخر محاضراتنا مع بعض منطقة اسمها البجاوات. اوكي زي ما انتوا شايفينها كده البجاوات ديت الحقيقة هي فيها مقابر وثنية، وبعد انتشار المسيحية في مصر تم استخدام بعض هذه المقابر وتم إضافة بعض الصوامع خلاص للنساك أو الرهبان، لأن مع انتشار المسيحية في مصر حصلت حالة أو حصلت ظهرت حركة الرهبنة في مصر. كان الناس المسيحيين بيفروا من المدن خوفا من الاضطهاد، طبعا الاضطهاد كان على أشده في مصر والولايات الرومانية المختلفة، وبيلجأوا للمناطق النائية وخاصة الصحاري. خلاص فالرهبان بنوا مجموعة كده من الحجرات اللي جنب بعض وكان موجودين فيها بيتعبدوا، وهي تعتبر عمارة مميزة جدا، يعني شكلها كده مختلف ومميز ودايما بيبقى عندها الفولتد سيلينج بتاعها
من أشهر الحاجات اللي موجودة في منطقة الغابات مقبرة أو تشابل اسمها تشابل أوف بيس أند تشابل أوف إي أوكسودوس، اللي هي بتمثل خروج بني إسرائيل من مصر، عشان كده هي تسمى بأوكسودوس يعني. So the necropolis of البغاوات. We can find that the Christian monks، يعني إيه monks؟ الرهبان أو hermits، النساك، خلاص، went to the western desert especially during the religious oppression of Egypt، أثناء فترة الاضطهاد الديني للمسيحيين. And in this necropolis a church stood once in this place. It dates back to the 5th century AD and it was one of the most ancient churches. We have different pagan chapels are decorated with the shapes of Osiris and Anubis, and also we have other chapels of Bagawet dating to the Christian times. They are made of sun mud dried brick، يعني مصنوعة من الطوب الأحمر، خلاص. وبعدها they are decorated with different verses from the Old and New Testament. أدي Chapel of Peace، خلاص، يقال عليها يعني مقصورة السلام أو مقبرة السلام، تمام. ودي مصور عليها بعض السينس، يعني شايفين السينس، أحد أشهر السينس مثلا الموجودين، سينت اسمه تكلا حمانوت، خلاص، إن سان بول، قديس بولا، مصور على السقف بتاع هذه هذا الشابل، خلاص، أو هذه الصومعة. شابل تانية لطيفة جدا برضو اسمها Chapel of Exodus، مصور عليها مناظر من العهد القديم، زي مثلا زي سفينة نوح، خلاص، زي مثلا إبراهام، زي يونان والحوت، ادي سفينة نوح اهي، خلاص، يعني مصور عليها بعض المناظر بتاعة العهد القديم. كده نكون خلصنا آخر محاضرة لينا سنة تانية، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وأتمنى تكون يعني محاضرة أعتقد مختصرة جدا، يعني ما فيهاش حاجة، لو احنا شلنا الصور والمراجعة مش هتبقى حاجة كبيرة للمذاكرة. أتمنى لكم كل التوفيق يا سنة تانية.